ارحبوا يلا حيهم، رجعنا لكم في دي في دي. طبعا اليوم بيكون مقطع استثنائي. ليش مقطع استثنائي؟ لانه يعني يطول عمر السلامه راح ابدا سلسله في القناه، سلسله تحديات. مايكل، والله يا مايكل مكبر. هذا هو يا رب ما يشوفني. انت اخيث واحد. يا اخي قسم بالله العظيم. الحين وش تحس فيه انت مكبر يعني؟ اوكي. يبغاه. مكانك غلط جدا يا مايكل. هذا الباب سري بليز بلهولي. يلا يا بلي. لا اجل، ذاك الباب قاعد يفتحونه. بليز لا تكسر. اي كفو. هذاك واحد. بليز داما. ديباجور. لكها باربيكيو انجلي بيدز طاير عندنا هنا. انا يا اخي ليش تخبل؟ كلمني. انا بهرب. اذا انت رجال اهرب عندي. هاي زي التسكين. باقي الاخير بس. هلا طلعتي نفسك قدامي. طيب اصبري لين اطلع. غبية والله العظيم. ذا اصعب تحدي كان موجود عندي في التحديات. اي روح يا الهاتش. انا اسف، انا كلب. Why are you running? This. Yep, this. ما تقدر تكلم. نزل عمه. ابلع كشاف من عمه. يز. كشاف ثاني، كشاف ثالث، كشاف رابع، كشاف خامس، كشاف سادس، كشاف سابع، كشاف ثاني. وستد اكيد قاعد يقول لي وستد الحين. الا اللي عنده. التفاؤل. سلام عليك يا مدير. هلا والله ميج. نينجا تايم. صح يا ميج ولا لا؟ صح ولا لا؟ لك يا اخي انا عليك تكتيكات والله العظيم. ما في احد في الحياه كلمته. والله ضيعني. معليش يا جوكر. سلام عليك يا مدير. يا عمي نشبه دي وش وضع امها؟ والله اذا طيرك من الكيم الحين ما عاد. اما ماتت. اها. Are you sure about that? طيب. أقول لك ترى جانا يا أخي قوي. اللو. إيش قاعد يصير؟ ماني فاهم. أنا باكستاني. ما أبي خوف. ما أبي خوف من الدنيا. تب. الحق ما عليك. الحق كذا اللي قاعد يطق. ليش الواحد يوم يقطع ان التسجيل تقريبا اسبوعين يضيع ما ادري عارف ايش يتكلم جد؟ والله جد السبب يعني. من تطرحون ايش؟ طبعا الواحد يطرحك بصخره كذا على راسك توريك الطرح كيف. توريك الطرح والجمع مضبوط. هلا والله رجعنا لكم في دي في دي تحدي العجله. اي نعم رجعنا بعد فتره 3 شهور تقريبا. 3 شهور ولا بالغت انا؟ اكثر او يمكن اكثر 3 شهور صح؟ والله ما ادري. على العموم اكتبوا لي تحت التعليقات. انا ما اعرف انا صح. نعم انا صح بالسلسله ما اعرف كم ساعه. يمكن تقريبا 3 شهور. على العموم رجعنا في تحدي العجله. ما ابغى اكثر هرد. تحديات ما في كثير بوريكم اياها الحين حاليا في العجله. بس قبل ما ابدا لا تنسوني من لايك يا جماعه الخير. في الفتره الاخيره جد بدي رايت لايكاتها ما تعدي 300 لايك. وين اول 700 لايك 800 لايك؟ يعني على الاقل 1000 لايك. يعني ذاك اليوم قلنا لكم وصلوا 1000 لايك ما وصلتوا. ورونا هالمقطع تحدي العجله صار لنا زمان ساحبين. وصلوا 1000 لايك. خلنا كذا ننتعش في السلسله انه رجعنا. ماني عارف اتكلم. ننتعش انه رجعنا في تحدي العجله. لازم يعني كذا 1000 لايك يحمسك انه انت ماشي بالطريقه الصح.
بس يعني ما اطلب شيء كبير. تبغى انت يا مايكل؟ اسحبوا عليه، خل نروح الحين للعجله. يلا انا عارف صاحب التحدي، عارفه زين وهلو زينين، ما يبغاني ابدا بعد رجعه طويله كذا، يعني تحدي صعب اعرف هالشيء. انا يقول لك اتحداك تلعب اي كيلر وتحط سرعه الماوس اعلى شيء، اوكي، وتقدر اثنين على الاقل. يا حبيبي يا عمي انت ايش فيكم؟ اغلب تحدياتكم اللي الفتره اللي راحت اتحداك تحط سرعه الماوس ابطا شيء، اتحداك تحط سرعه الماوس اعلى شيء. من قايلكم انه يعني اوكي هي صعبه فعليا، تحطها بطيء مره صعبه وتحطها سريع بعد مره صعبه، ما تعرف تأيه، ما تعرف تثبت على السرفايفل قدامك، بانواع التجريه بتصير تضرب الجدران تضرب الاشجار تضرب كل شيء بوجهك. العموم هذا التحدي بيكون جدا حلو. ليتس جو. اوكي نختار عروس التحدي، بيكون المعوق. هو اسمه المعوق ترى على فكره. اي نعم انا مو قاعد اسب لي الحب، هو اسمه المعوق للاسف. يعني انا اكتشفت الشيء من فتره انه يسمونه المعوق، الشركه المعوقه تسمي بلي المعوق، ولكن المعوق ذا ما راح نلعب فيه كذا. المعوق ذا راح نطق له سكن، ذا سكن المزارع ذا طاد الاشجار على قول ثاني. نصيد ارانب المره، ما راح نصيد اشجار يا هاني. ليتس جو، سكن جديد وراح نلعب في البركات يا جماعه الخير. زي ما شايفين اندورينج مع بامبوزل مع سبيريت فيوري مع هكس روين. البلد ده نزلته قبل فتره في القناه، لا حد يجي يقول لي يا وليد بين التعليقات، لكم زي ما شايفين انا متكي الحين على الزاويه اليسار، يسار اعتقد صح؟ لا تاكي على الزاويه اليمين من جهه الشاشه تعتبر يمين. فلا حد يقول لي ليش انا خافي شو اسمه، لاني ما ابغى احط الكام والله في وسط الشاشه كذا ابو كلب احسها. فهذه البركات اللي احطها حتخلها، وراح ادخل دبل سرعه. وش دبل سرعه؟ معلش دبل تشارج، يعني شحن المنشار راح يكون مره سريع، لاني حاط هذه مع هذه تدبل لي السرعه، دبل لي الشحن المنشار. يا اخي تكليج بريال. اوكي ليتس جو. وكاد يا جماعه الخير دخلوا ضدي اربع بنقات من 300. اي نعم 300، اي والله مو 300، 300 280 يعني 300 جماعه. بنقات محمر اربعه بس، اربعه فرند اخويا، انا ما ابغى اربعه، انا بالتحدي مكتوب لي اجيب اثنين، اطرح اثنين وخلاص. معليش يا جماعة الخير انا مزكم والله، بقيت مسخن ومزكم، مو بس مزكم، ثلاث ايام بالفراش ما اقدر اقوم، فحاليا نهاية الزكمة فكح واجد، فانا بكسكس كل الكحكحة، واذا ظلت كحة يعني من بين الكحكحة اللي بكحها ونعم ما قصيتها فاعذروني. فهذا اللي بيدي وشو هذا اللي بيدي، اوه دقيقة صح نسرع الماوس، نحط كذا، هذه عادية كذا عادية ذي، لا هذه بطيئة مرة، اوكي هذه اسرع بشوي، هذه اسرع بشوي، هذه يا لطيف والله يا جماعة غير. شوفوا شوفوا ها شايفين قاعد احرك بس مرة واحدة في الماوس، فا الله يعين. دقيقة ابغى اثبت بمكان انا، اوكي وين هذا وين؟ جايك جايك، خليني اثبت الايم. عادي عادي، هو الواحد هو دائما يعني يقول يعني يقولون هذا وش وصل رانك 9. وين صرت؟ دقيقة والله يا جماعة الخير قاعد احاول اثبت الشيء بس ماني قادر. وين؟ دقيقة ابغى ناظر يمين. اوكي معليش. نايس وين راحت ذي؟ دوب فيني هنا حاط لي سمبوزل. هل هذا تحسه خطة زينة؟ اصبري شوي طيب ابغى اطلع. رجعت انا ويني؟ اوكي كذا وهي قاعد تمشي زي الخبلة، اسمع كحكحتها زي هذه هي. بتولعوا اثنين يا لطيف، تراي هارد يا جماعة. طيب اصبري شوي، لا انا كذا انا خليتها الدريشة الثانية مفتوحة. والله العظيم مو منس انا شو اسمه هذي. اوكي انا قاعد احاول امشي ترى اثبتها كذا، قاعد احاول اني اثبت الوضع شوي. اذا معاه ديد هارد
وينها؟ دقيقة يا دقيقة أحسها من صدمة تقول هذا ايش فيه قاعد يلف الف لفة جايك دوايت دقيقة اصبر ما اقدر احرك زي ما اصبر جايك جايك ايوه كذا بالضبط دبك يا حليل اللي يسحب على ام التحدي ويشيل عندنا السرعة ويوري امك التيباك كيف بس يلا هوابي هوابي ما راح اوقف ترى والله لو انه مو هذا هو هنا كان بس الماوس سريعة حتى لو كان هنا ما اقدر اجيبه لاني قاعد الفه بسرعة طيحة تعال تعال عندي سبيرت فيوري تعال يا حلو طلعوا رش جن عطوني رش اسطوري وينك اصفر اصفر والله ماني قادر اناظر زين مثل الناس مره صعب التحدي طقطق دواي يا اخي هذه المشكله لما تدخل ضد ناس فنانين كلها تصير الطقطقه من تشوفها قنويبه والله العظيم مشكله يا اخي تصير مسخره تعدد هاردك يلا هاردك يلا المشكلة ضيعت ابغى اجر ذا المروح ما ابغى الحقه ابغى اجي على ذا ما يمديهم يطيحونها ولا يمدي يفلشني الخبل ذا انا ليش الفايده الحين اعلق بالله من جد يعني انا الحين مصدق نفسي اني بفوز الجيم يجي يا حبيبي طار الجيم مع السلامه قاعد يملكوني وش دي المسخره اوكي ابغى شو اسمه ابغى اس يلا خل يلا صديقك ساعد يلا اطلع خلاص صديقي تساعد والله ما ساعده هذاك وذاك اوه نايس والله عليك لا يا الله تعدي مره صعب اي طيب طيب متاي لقمان يا رب امسكك يا رب يطلع اي دبك على كيفك يا كلب اوري امك العيد خلت تجي تساعدك لوري طلعت سوي فيها ذيب سوي فيها ذيب واو والله ما توقعت تحدي كذا والله ابدا انت متاخر ما توقعت كذا صراحه يوم شفت قال لي اكتر اثنين توقعت الوضع ايزي ما توقعت اني بنشحط جيم كامل ماني قادر امسك الماوس مثل الناس ربي طحت بيب تخيل شوف الماوس ماني قادر امسكها في هذا دقيقه وين راحت هذه هي كذا طحت صح يب طحت الف جماعه مسيطرين رش اسطوري او التيباك ذا الله يا حبيبي تيباكك بريال قاعد يتبق بدايه الجيم مسكته اهم شيء مسكته ترى انا ما ضايق من اللي يتبق بدايه الجيم عادي ما عندي مشكله معه انا عندي مشكله بس مع اللي يتبقون يوم ينتهي الجيم يعني عند البوابه يتبق مسوي فيها ذيب اوكي ايش فايده تبق لي في بدايه الجيم فتلاحظوني انا اتبق يا ملعب سرفايفل ترى ما ازعل عادي حتى لو يكبر لي ويتنلني حق الطبيعي يعني اني قاعد اتبق من بدايه الجيم فما ازعل لما التيباك بدايه الجيم اذا مسكته الله يعينه واذا ما مسكته عاد الله يعيني انا شو اسوي هو افضل من جيم ثاني يمكن ثالث يمكن رابع والله معني ليتس جو الجيم اللي بعده موضوع انك تنتظر ساعه تقريبا 40 دقيقه هذا موضوع مره مسخره يعني من لعبك ديد باي ديلايت يلعبونها حاليا 20,000 شخص
ما ادري ليش يعني الانتظار ذا الطويل، وبالاخص انا حاليا قاعد اسجل تحدي العجله، يعني احتمال دقيقه كم حط سرعه الماوس انا؟ نضعفتها ترى على فكره. اوكي هذه اسرع شيء. اوكي هذه هي. لانه احتمال تحدي العجله انا اعيد يعني، يعني زي ما شايفين الان يدي ما تاقلمت، ولا راح تتاقلم يدي اذا بتاخر كذا نص ساعه ساعه لين ما ادخل جيم. اوكي حاليا مو كلهم اربعه اخويا، فما راح يجيني اعتقد رش اليم زي الجيم اللي راح. الجيم اللي راح قبل شوي طيره ودتهم اعطوني رش طوري. بحاول حاليا اني اجيب المنشار ذا المسكين اللي هنا. والشباب هاك هذا يعني ام الحظ الخايس، يعني من بين كل شيء ما قدرت ادخل الا مع هاك. هذا الهاك كيف دز وصل نهايه الماب. هذا الهاك. مرحبا شباب كيف الحال؟ اصبر انا ماني عارف اجيبك. انا على كل حال انا ما ابغى شيء من الهاك، انا ابغى اللي مع الهاك. بس والله وش المتعه يوم انك يعني دز كذا سبيد هاك؟ والله من جد يعني ماني عارف يعني ماي جاد المتعه. رانك 1 راح توصل. ايه اوكي نعم خيره على السبرنت اللي جاء من العون غير هذا. وهذا شوفوا شوفوا تبغى تعرفون انه هاك ولا لا؟ الحين تشوفون. شوفوا شوفوا I'm fast as fuck boy. تبين؟ تبين؟ Still fast as fuck. تبين؟ العب غيرك. استغفر الله. ابلع يا كلب. يا جا سوي فيها ذيب داخل هاك. لعن البليس يا شيخ. اي جاد والله واضح انك انت مره خبل وما وانت حرام الواحد ما يجي لك بمنشار. لما انك تظل سيده لازم نعطيك سيده، لازم نخلص التحدي خلاص يعني. هاك موجود في الجيم ايش تبغى اكثر من كذا؟ والرجال قاعد يولع جنريترات معرك على الرانك. والله انه مسخره يعني، لو مكانه والله ما بين اني هاك يعني ازمن ورا الزاويه شيء بعدين اعطيها سبيد. وين لفيت انا؟ أوكي. السلام عليكم. ابلعي والله يعني ها احس نفسي ها ماشي الحال بما بعد ما مسكت كذا الماوس حقتي ما نق في خربطه في خربطه. لا 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 لا, لا نخطئ يعني كيف نخطئ يعني الامر ما يبعد عن الخربطه، ولكن يعني قاعد احاول اني يعني امسك الماوس. ادري اني بت بالحركه ولكن يعني السلام عليكم. ابغى احاول اجيبك بالمنشار. تعال شوي خلينا نجرب. تعال ابغى اجيبك بالمنشار. تكفى تعال تكفى خلينا نشوف المنشار. تعال تكفى تعالي. ليه ما ضربته يا الله؟ صبر الله وتوب اليه. وين رايح؟ اللي كلها ام الويندو. تعالي داخله هو الهانك ها؟ واحد منكم داخل ويا الهانك او كلكم؟ لا مو كلكم. مو تيم اربعه. وصراحه بيني وبينكم ما ابغى افتح حرام واحط على مداي يطيحها والله الزبال. على الاقل يا ليتك ما كنت ضربه. وين راح؟ اقوله راح دز سيف ليك اللي هناك بي. والله يسويها ترى. المشكله ما له خطوط. هذا هو. ضربتك وانت ماشي 160 يا كلب. وين راح؟ والله وين راح؟ راح يسيب المسكينه ذي. لا دقيقة ان شاء الله. اصبر اصبر خلنا نهدي الوضع. ايوه خلنا نثبت الماوس كذا. هذا هو هنا. لا هذه المسكينه. هذه 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 اللمن. هذه ما تناظر تجيبها بالراحه. تعالي تعالي تعالي
تعالي خلينا نضمن سنتي ونروح نجيب بعدها فنج من واحدة من هالفنجات الزين. دقيقة أنا خبر واحدة من هالفنجات الزينة اللي كانت هنا ونضمن الجيم. نجيب التحدي ذا مع الهاك الأسطوري ذا الحلو. تعالي تعالي وين رايحة؟ تعالي 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 تعالي. تخيل لو اروح اطيح الثالث سلق واروح احاول امسك الهاك. والله لو اني ادن. اوه معي سبيريت فيوري. وين بتروحين؟ وندو ما يمدي. رايح يمين افضل. تعالي تعالي. وين الهاك؟ غريب الهاك ما جاب كشاف. والله عاد يمدي ينصيني بالكشاف و... يعني اذا كان فنان كشاف يعرف يفلني. انا مو قاعد يروح من راسي. الدزة حقته الرجال ماشي على الدزة ما يتعامل بالمشي البطيء. ما يتعامل بشيء اسمه بطيء. هذا يبغى يلوب فيك على السرعة القصوى. اوه فنجة ثانية هذه. السلام عليكم. اوه حرام والله انتي مرة مرة. انا والله قامت ترى ما تخير. والله قامت الف لفة غبية كذا خفيفة وجيب ام العيد ترى. تعالي بس ثاني. تعالي بدينا نتحكم صح. صوت برا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وين سونيك؟ هذا هو. تعال وينك؟ وين راح؟ انا والله ماني مسوي سلق. انا ما اسوي سلق وانت موجود يا صاحبي. يا بشيل قدام عيونك يعني. سيفها الذيب. من يسيف امها؟ شكله معاه بوست بعد هيل يقلب. استغفر الله واتوب اليه. يا اخي ماني قاعد يجيني الا بتحدي العجله. اوكي يجي يا جماعه الخير. خلصنا التحدي بدون موري بدون شيء. اثنين من السرعه كم؟ شوفوا الصوت كيف يقطع بسبب السرعه. او ماي جاد. انا جرب اسوي 360 بالمنشار وندز. والله زبطت ترى بس انا راحت يدي برا الماوس باد. هذا الهاك والله ما ادري وين راح اصلا. الرجال شكله والله ترى يسويها معانا ده الحين. يصلح ثلاث نترات قدام عيوني كذا ولا انا اقدر افتح فمي معاه. هذا هو صح؟ هذه انت. هذه انت هذه. تخيل لو اجيبه كذا بالمنشار الحين يطلع قدام عيوني. يا لبي يطلع بالمنشار قدام عيوني. انا احلم. يا عمي كيف قاعد يقوم بسرعه؟ والله قاعد يقوم بسرعه يا جماعه خير. سلامات. والله انت يا صاحبي مره ما تستحي صراحه. يعني مسوي نفسي انا وريد. هي بغزانه اي نو هي بغزانه بس انا ابغى امسك الذيب. طيب فيها احول ماني شايف. والله الذيب شكلي والله لو اني اذن ما امسك. تعالي تعالي. هذا اللي يستهزئ كذا يصير فيه تدهي. خلنا نشوف الذيب الاجودي. مره 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 قميط انا صح. توقعون مع اي اس بي؟ غالبا بيكون مع اي اس بي بس خليني اجرب على اساس نقدر ننطلق. جبنا كفو. والله انك نويبه. دز 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 بسبيد حقك. يلا دز دز بسبيد حقك. يلا يلا دز بسبيد حقك. يلا نطرح الهاك. والله توقعت الزبال لانه سريع مره فاول ما ابعد بشوي بيرجع يسيب. نعلقك على الهوك يا مروح. يا رب يا الانتيتي عاد تكفين مره واحده لا تسيبين احد من الهوك. والله هذا مره مسخره يا اخي. انت هذا هاك مستجد جديد. ما له معلومه الهاك. خلنا نروح نكمبر له فيس كام نقهر شوي. ابلع والله ده تسيفه وك الحين وانا قاعد ضاربك كذا. ابلع. نعطيك فيس كام يا كلب.
يا كلب تو عليك وعلى شكلك. جبنا هاك يا جماعة الخير، اصطدنا هاك مروح. خلاص الحين نضعف السرعة الموقف دقيقة كذا بطيئة مرة. لا كذا ايوه انا نلعب كذا. والله صارت احسها بطيئة بعد دي الموات السرعة كنت العبها. جبناك ولا ما جبناك يا مروح؟ جبناك ولا ما جبناك يا كلب؟ ها؟ هذا كيف اختفى؟ عجيب 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 والله. انت تليبورت. هذا البلاك بنثر قوينا اللي معانا منصدم منه. اوي جاد اوي جاد اوي جاد. لا ليش طلعت يا الله؟ ابغى اشيك على بروفايله وش هو. يا الله ما اعرف حتى اذا جبت بيب ما جبت بيب. ما ادري والله ما ادري. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. تدرون متى اخر مره شفت هاك يا جماعه الخير؟ تقريبا ب 2017. وربي ايش فيها اللعبه متردية اذا انت شيء منعته كل شيء انت وما خليته شيء. غريبة رجال سفيد هاك شغال ومعين من الله خير والتليبورت يعني الرجال مستانس في الجيم. لا واضح انه يعني تو شاري هاك المسكين اول جيم وراح ينصفق باندا المسكين الرجال هذا اللي معانا قاعد يسب فيه وقاعد يقول انا قاعد اسجل. العموم يا جماعة الخير ما ادري صراحة وش اقول عن الجيم ذا اللي صار قبل شوي. فاجانا صراحة بهاك وضحكنا على الهاك بعدنا ورجعنا ما انه ترك الفينج وهي تعالج. لا الرجال استمر انه بيساعدها وجبنا جبنا الطير جبناه. الله يلعن ام المصغره يا شيخ. شو هي اللعبه المترديه لذي الدرجات؟ سلامات. على العموم كذا اكون وصلنا لنهايه المقطع. شاكر لكم المتابعه. لا تنسون يا جماعه الخير اللايك اللايك اللايك. والله اللايك ترى انتم الفتره الاخيره بدلت مع السلامه ما في لايكات. وصلوا ذا المقطع 1000 لايك. اتمنى توصلون 1000 لايك. اتمنى شيء حلو مره لو توصلون 1000 لايك. ما وصلنا ترى ولا مقطع من مقاطعي 1000 لايك. فاتمنى توصلون مقطع واحد 1000 لايك اكون لكم من الشاكرين. وفي نهايه كل مقطع اذا كنت جديد يا غالي اتمنى تنورنا في الاشتراك وتفعل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع اول باول. وفي نهايه كل مقطع ما اقول غير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.